السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية رابع. رح نبدأ لليوم بلسن 4 من كتاب Pupils Book page number 46. افتح كتاب الطالب يا رابع صفحة رقم 46. Lesson 4 Look at pictures، انظر للصورة. بدنا نحكي عن الصورة يا رابع ونبدأ بحل الأسئلة. Answer the questions. Look at pictures. What are you seeing in picture؟ ماذا تشاهد أمامك في الصورة يا رابع؟ Cars Buses Traffic light Stop sign Sidewalk Sidewalk And trees Cars Buses Traffic light Stop sign Sidewalk بيدستيرد اللي هي المشاة كار سيارات باسز باصات السايد ووك حكينا عنه الرصيف تريز أشجار بيدستيرد اللي هي مثل المشاة ستوب ساين إشارة التوقف and ترافيك لايت إشارة الضوئية الإشارة الضوئية تمام بدي مس نحل مجموعة من الأسئلة على الصورة الموجودة أمامك question number one How many cars can you see in the picture? كم عدد احنا حكينا how many بمعنى كم العدد يعني مثل الإجابة رح تكون فيها ايش رح تكون فيها numbers أرقام how many كم العدد how many cars can you see in picture كم عدد السيارات التي تستطيع أن تشاهدها في الصورة نعدهم مع بعض 1 2 3 three cars right three cars and two buses بس لكن هون بسألنا فقط عن عدد السيارات two buses and three cars question number two why did the bus stop لماذا توقف الباص why بمعنى لماذا why لماذا الإجابة رح تكون يا مس reason سبب why did the bus stop لماذا توقف الباص because the traffic light is red توقف الباص لأن الإشارة الضوئية لونها أحمر because the traffic light is red تمام question number 2 why did the bus stop لماذا توقف الباص why لماذا because لما اسال ب why الاجابه مش راح تكون reason سبب تبدا ب because the traffic light is red لان يمس لون الاشاره الضوئيه احمر question number 3 where are the students standing اين يقف الطلاب أين يقف الطلاب؟ where بمعنى أين؟ where أين؟ سوري أين؟ on the sidewalk أين يقف الطلاب؟ على الرصيف on the sidewalk عندي هاي ال silent ما بلفظها ما بقرأها walk walk on the sidewalk على الرصيف number 4 Is there a stop sign in the picture? هل هنا يوجد إشارة توقف في الصورة؟ شو حكينا يا مس stop sign؟ stop sign إشارة التوقف. Is there a stop sign in the picture? هل هنا موجود في الصورة إشارة توقف؟ Look at picture. This is a stop sign. This is a stop sign. Yes, there is. Yes, there is. Number 4 how many student can you see كم عدد حكينا كم عدد يعني how many كم عدد student الطلاب كم عدد الطلاب التي تستطيع ان تشاهدهم في الصوره نعدهم مع بعض 1 2 and 3 3 student 3 student
تمام يا رابع، مطلوب منك يا مس تبعت لي، مطلوب منك يا رابع يا مس جميعا جميع الطلاب بعد يا مس ما تحضر على المنصة وتتابع الدرس وتحل الأسئلة، مس مطلوب من جميع الطلاب تبعت يا مس الواجب على الواتساب حتى أعطيك يا مس علامة المشاركة. مس المطلوب من جميع الطلاب يبعثوا الواجب على الواتساب الرقم مس الموجود على المنصة. تمام يا مس، لحد هون بنكون انتهينا من درس اليوم ويعطيكم العافية.